Tsuritsu Ranaba together. So the whole Skiwi family, even the men, the women, so, you know, the little kids and the pets aren't going to read it because they're too young. The kids that are younger than reception, like if they're in preschool or thing. No one in our family is in reception. I mean, no, actually, I forgot. Yes, the little girls over there. I look up there on the chair. Yep, hello, guys. Unicorny here. And, mommy. Yes. Hello, guys. You might be wondering where Baithi is. Yes, tell her guys with it. And yes, you might be wondering where Baithi is. Yep, guys. Baithi and Kansley having a bath right now. So I'm afraid. But we thought we should start without them. They said we can't, so that's kind of them. So now we're going to read Suranaba together. Yeah, all of us. Everyone, even the men. Yeah, everyone. So we're going to start. Just wait a minute, my friends. Mm-hmm, yep, guys, we're going to do it quickly. Mm-hmm, there we go, important yep. Video. Mm-hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء
فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَعِنَبًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. We hope you guys liked it. Yeah, bye.